للأسف بس هالمرة اجتمعنا لنودعه. يعني قعدتني عانقته وقلت له إني كتير بحبه، كتير خسارة كبيرة لأنه جده. جده كان كتير حبه أبو كريم ولطيف، يعني ما حكيت ما في كلمة بتقدر توصف قديه هو إنسان منيح. يعني بحياته ما أذى حدا، يعني ما بضايق حدا، ما زعجنا بأي كلمة. من وقت ما كنا صغار لوقت ما كبرنا كان داعم كبير لإلنا، كل شي بنعمله كان يشجعنا، كان دائما معنا، بضل بيطمن علينا كل وقت شو عم تعملوا، إنه لا إنه لازم هيك تساووا، لازم ما تعملوا هيك. الله يرحمه. هو كان كل جمعة بيحبنا، احنا كنا نجتمع، هو بيسأل عن الكل، ما بيحب يعذب حدا ابدا، كان كتير حباب. هو لآخر لحظة كان بحب الجمعة ونجتمع كلياتنا كعيلة، بحب اللمة وكان كتير بينبسط وقتها كلياتنا كنا نلتب مشان يعني دائما وهيك. هو كان حدا كتير كريم، كتير حباب وكتير لطيف ومحبوب من كل العالم ومن عيلته، وراح فقدنا الله يرحمه يا رب. وهو شخص عن جد ما بيتعوض، كان دائما عنده حالة الاجتماع مع العيلة، دائما لازم يكون موجود بيناتنا، بيسأل علينا على طول، بيتواصل معنا بشكل دائم. يعني حتى يوم وفاته هي كان يوم الجمعة اللي نحن دائما نجتمع فيه مع بعض. للأسف بس هالمرة اجتمعنا لنودعه. يعني كان يقول لي دائما إنه فلسطين، يعني ما تنسي انه انت فلسطينية، دائما تحبي وطنك وارضك. ان شاء الله نقدر دائما نكون عند حسن ظنه ونقدر رافعين راسه واسمه كل عمرنا. يعني يا ريت بس قلت له انه قد ايه بحبه، وان شاء الله يا رب نكون مثله. بس الحقيقة بدي أقول له قديش هو كان صمام أمان بهي العيلة، قديه كان شخص بتحس بألف حساب لزعله، شخص عادل، شخص كتير رؤوف، ما عنده روح إنه يأذي وردة. يعني بنحبه كتير ورح نفقد له كتير، ورح يكون فراغه كتير كبير بالعيلة.